أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. شهدت عدة مناطق في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد مظاهرات شعبية وأضراب عام على خلفية رفع قسد لأسعار الوقود، وخرج العشرات في مظاهرة شعبية بمدينة القامشلي شمالي الحسكة تزامنا مع إضراب عام في المدينة، كما شهدت أسواق مدينتي منبج وعين عرب شرقي حلب إضرابا عاما. رفعت سلطة الأسد أسعار المحروقات من جديد للمرة الثانية على التوالي خلال نحو شهر، وبحسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى سلطة الأسد، فقد أصبح سعر لتر البنزين 14660 ليرة، في حين ارتفع سعر لتر المازوت إلى 13000 ليرة سورية. ويأتي الارتفاع الجديد هذا مع سوء الأوضاع المعيشية التي تعاني منها الأهالي ضمن مناطق سلطة الأسد.